الفيديو ده لبتوع كلية تجارة أو أي حد لسه خارج من ثانوية عامة وبيفكر يدخل كلية تجارة أو أي حد بيسمع عن كلية تجارة عامة. في الفيديو ده هحاول أنقل لك اللي أنا مريت بيه في الجامعة واللي أنا شفته بعد ما اتخرجت، والكلام اللي هقوله لك ده هيتقال لك كتير قوي في الجامعة ما تسمعوش. بص يا سيدي، هنحاول بس نبتديها ايه من ثانوية عامة. قبل ما تدخل وتحدد انك ادبي او علمي، هتلاقي ناس بتقول لك ايه بقى؟ تقول لك انت بتحب الحفظ ولا الفهم اكتر؟ هتقول لا انا بحب الحفظ مثلا، فيقول لك بس يبقى ادخل ادبي. بتفهم او بتحب الفهم، بتستوعب المسألة وبعد كده تجود على مزاجك يعني؟ هتقول اه خلاص يبقى ادخل علمي، مع ان المفهوم ده غلط خالص. الاتنين بيتفحتوا، كل واحد عنده هم ما يتلم. الاتنين فيهم حفظ والاتنين فيهم فهم، وانت ودماغك، انت اختار. وملهاش علاقة بان بتاع ادبي هينفع في تجارة، هي حاجة ترجع لك انت. شوف انت عايز ايه، الموضوع في الاول وفي الاخر يرجع لك انت. ده مبدئيا. دلوقتي انت خلصت الثانوية عامة وجالك في التنسيق كلية تجارة، ايا كان جامعة ايه مش هيفرق مع اللي هيشغلك، انت خريج جامعة ايه خالص. في اماكن معينة بيطلبوا، مثلا عين شمس، القاهرة، حلوان، دول اعلى 3 جامعات. والله يا عم جات لك جامعة خاصة وهتقدر تدفع مصاريفها، مش يا عم مفيش اي مانع، في ناس اعرفها اتخرجوا من جامعات خاصة شغالين شغلانات احسن مننا، احسن مننا احنا كحكومة يعني. وعلى فكرة مفيش فرق بين خريج كلية تجارة انجليزي وتجارة عربي، غير ان ده كان بيدرس بالانجليزي وانت بتدرس بالعربي. وفي الاخر الاتش ار بيشوف مين فيكم اللي مؤهل للشغل ده، بس هيسألك والله طلعت مؤهل في الشغل ده هتشتغل، مش مؤهل مش هتشتغل. فاهم قصدي؟ بس هي دي الفكرة. المهم تجربتي في كلية تجارة، اول ما دخلت طبعا انا مش فاهم اي حاجة، مش عارف، مرعوب كده، هكمل حياتي ازاي؟ وهل بعد ما اتخرج هل فعلا هشتغل، وهشتغل في الشركات ولا هشتغل في البنوك ولا ايه؟ ما مش عارف. فلما بدأت أسأل الناس احباط، وكلهم بيجعلصوا المواضيع قوي قوي. انا فاكر واحد سألته، ربنا يبارك له يعني، سألته قلت له اعمل ايه علشان خاطر، او ايه الكورسات اللي المفروض اخدها علشان يأهلني ان انا انزل في سوق العمل واشتغل. رص لي رصة حلوة قوي، دخلتني في سكة 50,000 جنيه. امال انا داخل جامعة حكومية ليه اصلا؟ ما كنت دخلت يا عم فيوتشر اكاديمي مثلا، ايه زماني وفرت كل الفلوس دي؟ بتتكلم في ايه يا عم؟ قال لي انت المفروض تبدأ في كورس انجليش من الجامعة الامريكية، وفي كورس لغة تانية سواء فرنش او الماني او اي حاجة جنب الانجليش، تمام، علشان تقدر تأهلك لسوق العمل يعني، تقدر تشتغل شغلانة كويسة. والمفروض في كورس سوفت سكيلز. طب السوفت سكيلز ده ايه يا معلم؟ حاجة بس بتخليك ايه، تعرف تعدي الانترفيو، وانك تعرف بس تتعامل، ويبقى ليك بودي لانجويج، وتعرف تتحكم كده في لغة جسدك يعني. طب جميل، وايه تاني يا عم الحاج؟ قال لك المفروض تاخد كورس سي ام اي. الكورس ده على حسب ما بسمع داخله في سكة 20-30 ألف. وقال لي لازم تاخد كورس هيومن ريسورسز، اللي هو كورس موارد بشرية، ملوش علاقة أصلا بالمحاسبة، ملوش علاقة. المحاسبة حاجة والموارد البشرية حاجة تانية، ده ليه شغل وده ليه شغل يعني، ده ليه مهام وده ليه مهام تانية خالص، ملهاش علاقة. وفي الأول وفي الآخر الاتنين بيكملوا بعض لهدف واحد، إنك تحقق أهداف الشركة اللي أنت شغال فيها. وده واحد قال لي الكلام ده وهو اصلا مش فاهم، او يمكن حد قاله له وهو ما فكرش فيه وقاله لي، وانا عمياني كده خدت كلامه. واتقال لي كمان ان اللي بتدرسه مش هتشتغل بيه، قسما برب العزه، اللي درسته في اولى وتانية، مش هقول لك في ثالثه ورابعه لان انا كنت قسم تاني غير اللي انا شغال فيه دلوقتي، اللي انا درسته في اولى وتانية بس انا دلوقتي بشتغل بيهم، واي محاسب هيشتغل بيهم. الشغل بيختلف عن الدراسه في حاجه واحده، فكره انك بتطبق. جيب لي طالب مثلا من كليه هندسه، احترامي ليهم، مش هيعرف يعمل شغلك نهائي لانه ما درسوش اصلا، هو اصلا ما درسوش. انت كطالب كليه تجاره، لو حد من هندسه او مهندس مثلا، نزلت مثلا محاسب موقع او نزلت في شركه مقاولات وتعاملت مع مهندسين، لو هو اتكلم في حاجه انت مش هتفهمها، انما لو انت قاعد مع زميلك محاسب وانتوا الاثنين بتتناقشوا في حاجه، هو مش هيفهم انتوا بتتكلموا في ايه. بس كل واحد وشغله. ونرجع برضو لنفس النقطه، مفيش حد احسن من حد، كلكم بتحققوا اهداف الشركه اللي انتوا شغالين فيها، ومفيش حد احسن من حد، انتوا كلكم بتكملوا بعض. وهيتقال لك برضو ان في فرق بين انتظام وانتساب. بص يا معلم، مفيش اي فرق ما بين انتظام وانتساب غير انك بتدفع مصاريف اعلى بس، بس مفيش اي فرق تاني خالص. بس في شركات معينة بيقول لك مثلا والله انا محتاج 10 موظفين اتخرجوا من جامعة حلوان مثلا كلية تجارة انجليش بس. بس فلو انت بتفكر تدخل كلية تجارة، ما تسمعش لاي حد جوه، اسأل حد يكون شغال في الشغل ده، لو باباك محاسب، زميلك شغال في بنك، اي حد دخل كلية تجارة اسأله،